مفيش صوت ليه؟ يعني ايه مفيش صوت؟ هيكون في صوت؟ ماشي. تخش كده عم شوية. ندي كده شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نعرفكم كام حاجة في لبنان. علشان لو هتنزلوا لبنان ان شاء الله تبقى عندكم وعي بيها، ودي حاجة مهمة جدا. جدا. من اهم الحاجات اللي في لبنان تكونوا عارفينها قبل ما تسافروا. احنا خلاص عملنا تشيك اوت دلوقتي حالا في الاوتيل، او قبل ما نركب السيرفيس او التاكسي يعني، علشان نطلع ببلاش. هنركب دلوقتي ببلاش نطلع على المطار. بس اهم حاجه توفر لهم فلوس في بيروت. اهم حاجه توفر فلوس في بيروت. طيب تحب تتكلم يا حاتم عن ايه في الاول؟ طب من المواصلات اغلى حاجه في بيروت، فنكلمهم على الفرق بين السيرفيس والتاكسي. طيب دلوقتي احنا هنعمل لهم اختبار في الاخر عشان يعرفوا الفرق بين السيرفيس. لو انت دلوقتي نزلت لبنان، واول ما نزلت لبنان حبيت انك تركب مواصله عشان دي اغلى حاجه في لبنان لحد ما حبيت تركب مواصله الى مثلا الروشه. طبعا في لبنان مش هتقول روشه عشان ممكن ما يفهمكش، يقولوا الروشه هي الروشه بس، يعني لازم يفهمها. فدلوقتي احنا عايزين نوقف نفترض ان انا تاكسي، اشرح لي دلوقتي. انا هطلب منك طلب وانت تقول لي ده كده ثمنه كام. ماشي. بدي اروح على الروشه كده هدفع كام؟ كده هتدفع 10,000 ليره. كده انا ركبت ايه؟ كان تركبت تاكسي. تاكسي انا نفسي انا الراجل. اسالني يا حاتم. واحد على الروشه كده هدفع كام؟ كده هدفع 2000 ليره. 2000 ليره. 2000 ليره لان كده سيرفيس. ما ركبتش تاكسي، انا ركبت سيرفيس. حد فاهم حاجه؟ إيه طب نجرب. يلا يا حاتم انا دلوقتي هوقف تاكسي. ماشي؟ هوقف تاكسي تمام؟ على الروشه. على الروشه. اتفضل. كده ادفع كام يا حاتم؟ 10,000. تدفع 10,000 ليره. طيب انت نفس التاكسي، انت نفس الراجل اللي عدى، بدي واحد على الروشه. اتفضل. كده ادفع كام؟ 2000 ليره. معروفه سهله جدا. ما حدش يتلخبط، وما بتناقش في فلوس، انت بتخلص وتدفع. تدفع لو عايز تسال ادفع كام ده تسال. بص ادفع كام من الاخر، محاول ما تجبرهوش يعني في السؤال، ما تجبرش. قول اللي احنا بنقول ده بالظبط تنجا تدفع قليل. فتعرف مين بس الاول اذا كان العربيه اللي قدامك دي يعني سيرفيس او تاكسي، من البليت بتاعتها بتلاقي لونها احمر، يعني الارقام بتاعت دايما العربيه لو لونها احمر يبقى ده كده ايه؟ ده كده تاكسي. لكن لو لقيته لونها احمر سيرفيس. بالظبط. انت فهمت؟ انت فهمت؟ ما هي الفكره مش في الفكره في الكلام يعني. حاتم والله بدي واحد على الروشه 2000 ليره على طول. مش هقول له ب 2000 يعني، هو هيخلص هيديني 2000 وانا مش هتكلم. طب حاتم على الروشه. اكبرني انا كده اكبرت، فكان ادفع 10,000. فكان كده تاكسي. ما نهزرش والله. والله احنا ما نهزرش يعني. انا فتره عمال نستوعب يعني لو قلت له مثلا خش يمين، افترض مثلا قدر الله يعني انت كنت يعني انت اسالني سؤال سيرفيس. ماشي. والله بدي واحد على الروشه. اتفضل. كده 2000. 2000 اهو. ماشي في الطريق وهو رايح على الروشه قلت له خش يمين. خش يمين. والله ما خدت سيرفيس ادفع 10,000. خلاص انت مش خدت السيرفيس، انت تنزل في الروشه على الشارع الرئيسي. ما طلع الشارع الرئيسي تمشي شويه ده. اوكي. لكن غير كده تخش مين تكبره وتدفع 10,000. تكبره ولا تكبره وتدفع 10,000 على طول. طيب طب انت كنت راكب تاكسي. حلو. وانت راكب تاكسي ركب واحد معاك بالصدفه يعني. انت كنت راكب تاكسي. حلو. انا وقفتك قلت لك يا حاتم الروشه. اتفضل. كده 10,000. ادفع 10,000. افترض بقى وانت ماشي في الطريق رايح من الروشه رايح من مثلا برج مش عارف ايه، برج حمود. برج حمود مثلا، ورحت على الروشه على الطريق. فالطريق طويل وانت كنت راكب تاكسي، ولقيت ان الراجل صاحب السواق الشوفير راح موقف على الجنب وركب واحد. سيرفيس. ما تسالوش. سيرفيس. ما تغير، ما تسال على طول. انت خلصت تدفع. خلاص تدفع 2000 بدل 10,000 ليره. تدفع 2000 ليره من غير ما تسال، ما يقدرش يتكلم معاك وركب حد معاك. طيب افرض بقى المسافه طويله قوي. المسافه طويله قوي ومفيش سيرفيس هياخدها. ممكن بقى يبقى في حاجه اسمها دبل سيرفيس. ممكن يعني يقول لك مثلا سيرفيس على كل واحد دبل لو طريق طويل قوي، بس ده مش هيحصل يعني قليل يعني. يقول لك بدل ما تدفع الواحد 2000 ليره تدفع الواحد 4000 ليره. وانت طول ما انت عايز سيرفيس افضل مستني. اتنين على الروشه يقول لك لا مالكش دعوه. مالكش دعوه. اتنين على الروشه مع ان نفس الشخص ده لو قلت له الروشه هتلاقي دي عادي جدا مفيش اي مشاكل. اتنين على الروشه لا انت كده بتكبروش مش هينفع 2000. لكن لو قلت له على الروشه على طول دي تبقى ايه؟ تبقى تاكسي. طيب نفترض بقى بس ده مواصلات جوه بيروت. بس ده جوه بيروت ده فعلا صعب السيرفيس والروشة. طيب نقول لهم احسن مطاعم. ما تسالش هتاخد كام. اوعى اوعى تسال المشوار بكام. طيب هتدفع 2000 لو سالت انت سايق هتدفع هتدفع اكتر.
ما تسالش اما انت بتدفع انت عارف احنا قلنا لك قلنا لك روح لبنان او منزل تساله بالحب اللي هو ايه اتنين على الروشه واحد على الروشه اللي هو واحد اللي هو انت يعني واحد على الروشه واحد على مش عارف ايه مكان ما تروح كده تدفع 2000 ليره بالظبط كده تدفع 2000 ليره حلو على حسب العدد كل شخص 2000 كل شخص 2000 حلو لو انا وقفت التاكسي بس وقفت نفس الشخص بكلمك عليه ده قلت له على الروشه على طول كبرته فانت كده تدفع كام 10000 10000 كانك بقيت تاكسي والمفترض ان هو وانت بتاخد تاكسي ما يركبش حد معاك ما يركبش حد معاك لو ركبت تقلب على طول سيرفيس من غير ما تفكر اسمها سيرفيس ما تسالوش هو عارف هو يبقى عارف ان هو اتقلب طيب اي تاني حاجه بقى يعني دي معلومه مهمه بس دي معلومه مهمه بالنسبه للمواصلات اللي المواصلات اغلى حاجات لا لا نكمل هو فيديو واحد يجمع كل المعلومات بقى في ايه تاني مثلا الموبايل فكرت انك تشتري خط تليفون ده تاني اغلى حاجه في العالم في لبنان يعني مثلا باكت عندنا ممكن تلاقي باكت نت 100 جنيه مثلا تقعد معاك ليه بص هو الدقيقه تقريبا بنص دولار دقيقه بنص دولار الموبايل المحلي المحلي العادي انت مش عارف تتكلم بره نص دولار يعني مثلا في مثلا اعلان مهم جدا في البلد كلها الاعلان ده كل ما بتمشي بتلاقيه يمين وشمال يمين وشمال عشان عرض بندل يعني بندل على الواتساب يعني مفيش حاجه يعني عرض على الواتساب العرض ده بيقول ايه يديك 200 ميجا 200 ميجا بايت بكام يا حاتم واتساب 4 دولار الناس مغبوطه يعني تدفع لك 80 جنيه يعني ما تدفعش تصور مثلا نظيفه خلاص 200 ميجا راحت فكده يعني ده احلى عرض في لبنان كلها الخط عشان تشتريه بس يا مشحون بدقايق وفي كام دقيقه 10 دقائق بتتكلم 10 دقائق ب 20 دولار 20 دولار بس فقط لا غير لا عرض يعني حلو يعني عرض حلو طبعا احنا اشتريناه ما كانش في حل تاني ما لقيناش عرض احسن لا والخط ده بيترمي بعد اسبوع بص الخط ده صالح معاك لمده اسبوع معاك جيجا نت اوعى تنساه جيجا نت ومعاك 10000 دقيقه 10 دقائق بس انا كل حاجه بالالاف 10 دقائق وجيجا نت واسبوع معاك خط ده شغال ده هتجيبه بكام كام يا حاتم معانا 21 دولار 21 دولار من اسمهم ايه تي اس من حاجه اسمها تي ال سي في واحده هنا بص هي اختصارها تي ال سي لكن هي تي تالو كحاجه كده بس هي تي ال سي بيقولوا عليها تي ال سي وفي حاجه اسمها الفا برضو بس ما حبها يعني ما حبس بيها يعني انها غاليه خلينا في الرخيص خلينا في الرخيص 21 دولار ممكن نجمع العمله العمله ممكن نجمع مثلا هو التعامل بالدولار او الليره كل دولار 1500 ليره بالظبط تلاقيك ماشي بكام مليون عادي جدا عادي يعني انت دلوقتي معاك دولار واحد يعني 1500 ليره نفترض ان انت مش معاك ليره ومعاك دولارات فقط عادي جدا تتعامل بالدولار وما بيدوك مكانها الليره وممكن ممكن انت وحظك تاخد منه دولارات طبعا لكن ما بيحصلش يعني عايز تفهم الفلوس فاعتقد الكيس الشيبسي الصغير اللي هو بجنيه عندنا ب 500 ليره فالاثنين شيبسي ب 1000 بديك قيمه ال 1000 عندهم يعني ليه الدولار بيجيب 3 شيبسي لا 2 الدولار الدولار بيجيب 3 شيبسي تقريبا فحاولت تستوعب اللي احنا بنقوله علشان هتدفع لو نقولهم لو الحاجات ما يتنسبش عليهم فيها يعني لو حبيتوا ما يتنسبش عليكم ان شاء الله في حاجات غاليه قوي يعني ليبيا لو هم ليبيا لبنان لو عايزين يطلعوا مثلا يعني ايس سكيتنج بص في لبنان عامه في لبنان في حاجات اللي هي يعني في لبنان في حاجات اللي هي ترفيهيه انت دلوقتي جاي سايح فهتقعد مثلا 5 ايام او اسبوع ففي حاجات هتعملها كتير منها مثلا عين السنان واعتقد حاجه كويسه بس دي لو طلعوها يعني يبقوا متوقعين ان هم ممكن يدفعوا مثلا بعيد عن المواصلات بعيد عن المواصلات 150 دولار هتدفعوها هناك 100 هو عين السنان اللي هيطلعنا هنا فعلا 150 يا راجل دي حته ثانيه لا عين السنان دي اللي كان فيها القصر والمغاره اللي هي الوسطى والعليا الثانيه محميه الارز طيب بص خلينا نتكلم بعيدا عن الحاجات اللي هنقولها لكم دلوقتي دي بس لو انت مثلا جيت هتقعد اسبوع ومش عايز تاخد تكاسي ومش عارف حاجه في البلد هتعمل ايه الاوتيل اللي بتنزل فيه ممكن تقول ريسبشن انت عايز حد يوديك ويلففك في البلد ويوديك المناطق السياحيه ويدفعك نص مليون هو يدفعك فلوس كتير يعني لو عايزين تعملوا كده عشان ده اسهل حل لو انتوا مش عارفين المناطق احنا كده كده قلنا لكم مناطق يعني بس يعني لو انت عايز حد يوصلك يبقى عارف الطريق بدل ما تاجر وكده فهو بيكلفك في اليوم 100 دولار معاك اليوم كله ده مش الفندق ما هو بيقدر يجيبه من الفندق يعني عن طريق الفندق فهو ب 100 دولار هياخدك من بيتك يوديك المنطقه السياحيه ده مواصلات نفترض انت عايز تخش اي معبد
اي قصر اي مناطق سياحيه بسيطه اي معبد شمع اي حاجه من الحاجات دي هتدفع 10 دولار وانت داخل. اي تلفريك ممكن تدفع من 6 ل 12 على حسب تلفريك فين يعني. فانت تعرف ايه يبقى باكج معاك تعرف انت ما تدفع عشرات 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 وانت في الاخر انت بعد فتره بتحس ان 10 دولار دي زي 10 جنيه فاهم يعني بالظبط يعني 10 جنيه دي او ممكن تبقى قليله كمان يعني ايه ده الله النسكافيه ب 10 دولار بس احنا يعني واكلين فول وفول وبيض بسطرمه النهارده عند مين اسمه ايه ابو حسان وده من احسن اماكن منطقه شعبيه يعني 20 دولار مش فاكر اقل 20 دولار مكان رخيص مكان رخيص جدا ارخص الاماكن فول وبيض بسطرمه كنا جايبين حاجه ثانيه جنب الفول وبيض بسطرمه هو كان منزل سلطه كان في سلطه جميل فانتوا احساسكم بالفلوس بيتغير خالص في ايه تاني نقوله عن لبنان طيب سواء اغلى حاجتين هما السكيتنج والباراشوت الاثنين تقريبا ب50 الواحد بص يعني لما حد يجي يقول لكم ان انا هطلعكم جبل تركبوا سكاي يقول لك انت تعمل سكيتنج بورد على الجليد وكده مبدئيا تسالوا على الباكج اللي هيعمله الكلام ده ضروري جدا هيقول لك مثلا الباكج كله بكذا بص مبدئيا كده لو مفيش ثلج ما تروحش لو مفيش ثلج هيتنصب عليك كلام واضح لو مفيش ثلج ما تروحش المكان ده هيتنصب عليك فانت صممت تروح مثلا هتتفرج وبتاع اطلع بس لما يجي يسألك هيقول لك مثلا انا عندي باكج 150 عندي باكج 120 تقريبا وعندي باكج بضاء النار بكل شيء بيقول لي حاجه عشان خاطرك انت 120 150 دولار ما عنديش مشاكل في اي حاجه بس المهم تساله ايه هي الباكج ايه هي الفول باكج عشان انت مش هتلاقي حاجه خالص غير عربيه هتاخدك توديك عند الجبل يصوروك وتمشي هيتنسب عليك يعني انا بقولش نصب علينا حد الله احنا بنقول يعني بنفكه قبل ولا قوه الا بالله بنفكه مفيش حاجه ايه تاني طيب عندكم الاماكن اللي يقدروا يروحوها حاتم زي ايه حريصه حلوه كتير هيركبوا التلفريك احنا ما نتكلمش خالص لبنان حريصه يروحوها عين الصخره بيروك اللي قاعد عليه حلو قوي كافيه على بيروك كويس قوي وبتيت كافيه برضو عم تتكلم لبناني ليش حلوة كتير كافيه والله مش لسنا ميح ماشي انت الجميزة لما تقولك روح الجميزة الجميزة ممكن تروحها في حالة الفقدان الامل في اي منطقة تروحها تانية ممكن تروح تعدي كاتلف تبص يعني هو عاملة زي ما تقول ايه منطقة دعارة تقريبا فانت ما تروحها ولا يعني مش منطقة دعارة يا عم روحها يا عم التانية هي جوايدة ولا جواي جونيا لو عايز تروح منطقه الدعاره بالليل جونيا بالليل فيها نايت كلابس حلوه جدا وستريب كلابس وكل حاجه فيها هناك ما تروحوش الحته دي ما يعني لو عايزين تروحوا روحوا لو مش عايزين تروحوا ما تروحوش براحتكم احنا بنقول لكم يعني سبح الله وفي هناك مطعم لازم تروحوه اسمه مانويلا وده من احسن من احسن المطاعم في لبنان فعلا سعره رخيص جدا بينزل الاكل ببلاش في الاخر فاكهه وبتاع قد ما تقدر هتلاقي برضو احنا منزلين فيديو لمانويلا ده ممكن تخش تشوفه و حريصة حلوة شارع الحمراء كويس جدا أسواق بيروت كويسة ممكن تروحوها محمية الأرز حلوة جدا برضو قصر موسى تعدوا عليه كان في بتاع الشمع في قصر بتاع الشمع ده كان متحف المشاهير ما تعدوش عليه يا بص لو يعني تشوفوا خشوا 10 دولار يعني مش حاجه لا قوي و نارس ايه تاني البلد غاليه قوي يعني انتوا لما تيجوا تبقوا عاملين حسابكم على بادجت كام مثلا 500 دولار بعيدا عن فندقك بعيدا عن طيارتك احسب 100 دولار في اليوم تقريبا 100 دولار في اليوم ده اقل شيء غصب عنك لازم كنا حاطين زيرو بادجت كان في واحد حاط زيرو بادجت والتاني كان حاطط 7 دولار بس فرقعوا مننا لوحدنا هو لحد ما يعني ما اتنصبش علينا لحد ما ضيعنا فلوس فحسينا ان يعني ضيعها في حاجه عارفينها احسن ما نعرفها بس يعني دي خلاص دي كانت اهم حاجه ان المواصلات ما تعملوش شوبينج خالص غاليه جدا المناطق الشعبيه رخيصه بالنسبه للحته الثانيه عرفتوا لو حاجه عايزين تشتروها خلاص عايزين تشتروها ممكن تروحوا ممكن برج اللي هي برج اللي اسمه ايه حوالين برج حمود حوالين برج حمود دي منطقه لحد ما شعبيه شويه تحس انها شبه مصر جدا هتلاقوا الحاجات هتلاقوا حاجات رخيصه يعني ارخص من بره وحاجات منيحه وفي حاجات كويسه طعمها حلوه ممكن زي مثلا بتاعت اسمها ايه
العنب اللي انت جبتها مش اللي مش دبس العنب. دبس العنب يعني لو في حاجه ممكن تشتروها من الحاجات السياحيه اللي هتلاقي الناس بياكلها لكم وبتاع مكسرات يعني هي بتاعت العنب دي حلوه. دبس دبس العنب ده حاجه كويسه. دبس العنب دبس العنب دبس العنب ده كويس. وعندهم مكسرات فيها واحده في حاجات حلوه. اللوز طعمه كويس قوي. والله ما في شيء تاني كويس. وكلامهم هتلاقيهم ايه بيمدحوه يعني. اول وقت جاكسون كان جاي مش عايز يصرف حاجه. اول ما قالوا له تكرم عيونك فلوس خد تكرم عيونك خد فلوس كلها اثبتوا كده اثبت هتلاقيه تقول لك تسلم لي عيونك اكرم لي عيونك انت شيء عين اجمد اجمد عشان هتلاقي واحده كده داخله عليك تقول لا عيونك الجمال حبيبي والله تخبرني فلوس فلوس على طول فتهدوا شويه امسكوا نفسكم على قد ما تقدروا. بس يعني اوفرول عن المكان غالي. منطقه ممكن تشوفها حلوه ممكن تقعد فيها اللي كان في اللي كان فيها جبال اسمها ايه اللي كان بالشهر ب $400 والله ما فاكر مش فاكر اسمها. لا بس هو المناظر الطبيعيه فرايا الفرايا الفرايا منطقه كويسه جدا. لا والحقيقه اللي احنا رحناها امبارح الطريق امبارح وانت رايح لجبل محميه الارز محميه الارز الطريق بتاعها تحفه حواليك جبال يعني ممكن تقعد تحس ان انت قاعد في فيلم غرزان بالظبط بالظبط والله والله المناظر هيطلع عليك غوريلا يعني ما شفتش في حياتي مناظر كده تحس ان انت في فيلم. بصراحه حقيقة. هي عارف الحاجات اللي هي بتبقى اللي هي بتبقى 3 دي دي اللي هي جبال كتير كده وزرع وجبال كلها خضره في كل حته كلها خضره شايف حاجه غير خضار بالظبط. دي بصراحه حاجه من روائع لبنان يعني. بس المناظر الطبيعيه الخضار ده مش هيشوفوه غير لو جم في وقت ما فيهوش شتاء. بلاش في فوق. شتاء يبقى يعني تشيك ما تنكمش غير سكينج اللي ب $150 يعني. ده حقيقه هي حلوه يعني. ناس مشاهير راحت عادل امام راح سمية خشب راحت واحمد سعد راح وانا رحت وحاتم راح ف الحمد لله يعني. تنصح الناس تروح لبنان ولا لو معاهم فلوس لو معاكوا فلوس كتير. روح لبنان كتير لان هي فعلا فعلا بلد غاليه جدا 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 فوق ما تتخيل. بس هي ميزتها انها قريبه من مصر الطياره بتاخد ساعه ساعه طبعا من غير تاشيره ومن غير تاشيره لو مش عارف ازاي برضه تسافر ممكن سهله يعني المشوار سهل والطياره مش غاليه بالنسبه للطيران. احنا دافعين كام تقريبا 150 طياره $200 ولا اقل يعني اقل من $200 اقل من $200 رايح جاي يعني $100 مثلا والفندق $150 تقريبا خمس ايام فهو حلو يعني بعيد عن الطيران بس يعني الدنيا كويسه يعني انت هتدفع اكتر بكتير من الفندق والطياره في الهبل ده خد بالك يعني. يلا عايز تقول حاجه ثانيه عن لبنان؟ جميله جميله جميله. السلام عليكم.